لسه مكملين مع حضراتكم في السوبر ضيف وضيف حضراتكم كابتن مدحت عبد الهادي. بعتذر لكم بس عن الفيديو اللي احنا زعناه ده، فيديو فوز محمد ايهاب في البطوله السابقه مش في الاولمبياد الحاليه. دلوقتي هننقل لحضراتكم الصوره بفوز محمد ايهاب في الاولمبياد الحاليه، خطا غير مقصود على الاطلاق، فبعتذر لحضراتكم بكل تاكيد عن الفيديو اللي اتعرض وعلقنا عليه كما لو انه الفيديو بتاع اللحظه الراهنه. هرجع تاني لكلامي مع كابتن مدحت عبد الهادي، دي لحظات على فكرة التتويج قدام حضراتكم على الهواء، فوز البطل المصري محمد إيهاب بالميدالية البرونزية، أعتقد ده البطل الصين، وفوزه بالميدالية الفضية، وهو في يمين الشاشة قدام حضراتكم أهو محمد إيهاب، وهو في حالة من حالات البكاء الشديدة، هو كما واضح كازاخستان، اعتقد بطل كازاخستان بقى فاز هو بالميداليه الذهبيه. كازاخستان عامله شغل في رفع الاثقال برضو جامد النهارده، برضو البطله الكازاخستانيه كانت عامله شغل كويس جدا. يبقى النهارده عندنا تاني ميداليه اهو يمين الشاشه، يتوج البطل مصر محمد ايهاب، هو الوحيد اللي مش ماسك نفسه من العياط ومن البكا. ربنا يكرمه ويوفقه ان شاء الله باذن الله. فرحه مهمه يا كابتن مدحت. طبعا طبعا حاجه تفرح بجد، حاجه تفرح والله. تمثيل منتخب مصر وتمثيل اسم مصر يختلف. انا حزنت على حاجه يا ابراهيم انت كنت بتتكلم فيها وعجبتني جدا، وكان كنت بشوفك بره قبل ما ادخل على موضوع ساره، على موضوع الامتحانات. اتمنى ان يكون في رؤيه في الموضوع ده. اتمنى ان حد يراعي الظروف اللي هي كانت فيها. يعني بص والدتها حتى بتتكلم ازاي. وانت قلت حاجه جميله، طب لو هي لا قدر الله كانت راحت كده وما خدتش ميداليه، ولا حد هيسال فيها. بس ولا حد يعني اتمنى يعني يكون في رؤيه في الموضوع ده بعد كلامك طبعا، ان حد يراعي الموضوع دوت طبعا، لان هي طبعا حاجه تفرق معاك. طب تمثيل الانديه حاجه وتمثيل المنتخب مصر حاجه، وانت جربت المنتخب وجربت المنتخب ده حاجه ثانيه. حاجه ثانيه لا حاجه ثانيه خالص يعني. اسم مصر حاجه تفرح في محفل زي ده. يعني بص احنا خدنا كاس 98 بعجوبه ومحدش كان متخيل، وكابتن رحمه الله عليه طبعا قال لك انا التوقع بتاعي ال 13. دي حاجة. بص اللقطة دي تسوى كتير. طبعا لقطة احنا بقى نفس مصر. اللقطة دي هي ألعاب أفريقية 96 95 96 95 كان في زيمبابوي ألعاب أفريقية، وكنا احنا اللعبة الجماعية كانوا بيختموا بها البطولة هيما، وكسبنا كسبنا زيمبابوي. طبعا بص بطل كازاخستان وقت رفع علم بلاده، وبص يعني البكاء الشديد وعلم مصر وهو يمين الشاشه ومحمد ايهاب حقيقه رفع راسنا. والله يعني احنا بنتلكك عشان نفرح. طبعا طبعا يعني انا عارف انا بقالي يومين بتفرج على يا رب. طب امتى؟ امتى؟ والله بص والله بص تاخد الكلمه على بقي. بقالي برضه بقول امتى؟ بقالي يومين بتفرج عمال اقول امتى؟ ايه بقى؟ هبع كل حاجه. طب هنعمل امتى ميداليه؟ كنا قريبين. والله العظيم بجد يعني النهارده انا بقول لك فتحة خير، وان شاء الله يكون اللي جاي احسن باذن الله. يعني النهارده بس واضح انه اتحاد رفع الاثقال اكتر اتحاد مركز لحد دلوقتي، واضح من زمان يعني. انا بقول لك في العاب افريقيه احنا في 95 كنا احنا الفرقه الجماعيه اللي خدنا الميداليه الذهب ساعتها مع كرول، وكسبنا زيمبابوي صاحبه الارض. وعارف كانت البطوله ديت حتى كان رفع الاثقال حقق، كنت انا فاكر يا ابراهيم كان في لعيب موجود معانا في رفع الاثقال كان اسمه محمد عثمان. ما اعرفش تتذكرك جيبك دي ولا عالمي. حقق بطولات، حقق ميداليات في البطوله ديت يعني ما شاء الله. يعني حاجه عشان كده بقول لك رفع الاثقال فرقه كتير وشغلها، وبالتالي المعسكرات ما بتعمل بتاعتها لهم هدف. يعني عارف هدف هلعب اولمبياد ديت يعني ايه؟ ايه الصوره اللي في ايديهم الصغيره؟ بص دي الشعار بتاع الدوره. الشعار بتاع الدوره، الشعار بتاع في البرازيل في ايديهم كلهم. ألف مبروك يا محمد، والله فرحتنا وثورة سمير فرحتنا، واتحاد رفع الأثقال ما شاء الله حاجة منضبطة وحاجة محترمة. برضه الصين وكازاخستان ومصر، وهم برضه على فكرة الصين وكازاخستان ومصر هم اللي برضه فازوا في أنا بقول لك أنا يعني أنا بعيد عن الكورة، بعيد عن الكورة والكلام ده كله. أنا طبعا الهاند بول ما بيفرقش الموضوع، الهاند بول رفع الأثقال وألعاب القوة أنا بحب أتابع الحاجات دي قوي. رفع الأثقال امبارح كنت بتفرج على ابطال في الصين، حاجه مختلفه، شغل عالي يعني. طيب خلينا نرجع برضه نتكلم على فرحه الزمالكاويه بقى. احنا عندنا النهارده فرحه مصر بميداليتين، وكمان بنتابع مع حضراتكم فرحه نادي الزمالك ببطوله الكاس. كابتن مدحت خليني اسالك، يعني انتهى اللقاء وفاز نادي الزمالك على النادي الاهلي بثلاث اهداف مقابل هدف. نادي الزمالك هيعمل الموسم الجاي بقى، الاستعدادات والشغل الفني، الصفقات الكتير اللي جت، هل انت شايف ان الكابتن مؤمن سليمان يكمل كمدير فني للفريق ولا يبقى حد اجنبي؟ انت تعاملت جوه نادي الزمالك واشتغلت جوه نادي الزمالك، وبالتالي عندك انطباع مهم جدا عن التعامل مع مجموعه اللعيبه، التعامل مع الاداره.
انا شايف الصفقات اللي مجلس الاداره عملها سياده المستشار عملها ديتا ابراهيم فرق كتير. لعيب مميزه كلها كلهم احسن من بعض وجايين في مراكز مهمه جدا. يعني النهارده المستشار جايب 2 باك ليفت، جايب في الباك رايت 2، جايب في نص الملعب 2، جايب في روده، انت فهمتني ازاي؟ عامل شغل بي 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 مثلا بيعوض بغياب ناس، عمر جابر بيعوض غياب كهربا بعد مشيه. انا شايف ان السنه الجايه شكل الزمالك هيبقى مختلف بالعناصر الجديده اللي موجوده. من ناحيه مؤمن، مؤمن شغال بقاله فتره كبيره دلوقتي يا ابراهيم، اذا كان ممتاز به مدير فني. يعني مدير فني تختلف. انا اتمنى مؤمن يكمل مدير فني، بس انا برضو مش عايز مؤمن يتحرق. يعني انا افضل ان يبقى في مدرب اجنبي سي في عالي، ومؤمن يبقى معاه شغال بخبرات مؤمن اللي عملها وشغله اللي عمله هيستفاد اكيد منه بزياده. هتبقى المرحله اللي بعديها ان مؤمن هيبقى متواجد مدير فني في انديه كبيره. فهمني ازاي؟ انا حابب مؤمن يكمل مدير فني، بس مش عايزه مثلا ايه لا قدر الله يحصل اي تاثير اي حاجه سلبيه يتحرق. انما ما يشتغل مع مدير فني عالي مدرب اجنبي هيستفاد منه بخبرات مؤمن الفتره اللي فاتت كلها. كويس، فهمتني ازاي؟ هيشتغل بعد كده شغل هيبقى امر طبيعي بالنسبه له، زي اغلبيه المدربين اللي اشتغلت. كله اشتغل كده. كابتن طارق يحيى اشتغل مع توفيستر، كان مدرب ثالث مع الكابتن حلمي طولان، فهمتني ازاي؟ كابتن اشرف قاسم نفس القصه، كابتن احمد رمزي نفس القصه، بعد كده بقى اشتغلوا. فهمتني؟ انا مش عايز مؤمن لسه صغير في السن زي ما انت قلت اللي هو كان بيتكلم ان انا كنت بمرن ممتاز بيه وفجاه بقيت نادي الزمالك واخدت كاس مصر من النادي الاهلي. تفرق كتير، تفرق كتير. يبقى انت شايف زي يعني نفس وجهه النظر اللي انا كنت شايفها، ان هو يبقى في مدير فني اجنبي جنب الملف واستحمل الضغط وبقى موجود من تحته كابتن مؤمن سليمان وكابتن علاء عبد الغني. بالظبط. لكن مش بتشوف ان ده ممكن شويه تحجيم بقى لقدرات كابتن مؤمن؟ لا ما اعتقدش. مش هيبقى في تحجيم؟ لا ما اعتقدش. ما اعتقدش باللي هو عامله، بالماتشين اللي هو عملهم، بالسيستم بتاعه، بالشغل بتاعه، متهيألي مش هيبقى متحجم. ومتهيألي ان سياده المستشار هيدي له حريه ان هو يتكلم ويقول رايه، ان بالشكل اللي هو عمله الفترة الأخيرة ده متهيألي هيبقى ليه شأن الفترة الجاية إن شاء الله. مارتن يول وتغييراته في المباراة ديت يمكن أثرت شوية، وبدأت جماهير النادي الأهلي، بعض من جماهير النادي الأهلي تقول لا مارتن يول يكمل لا ما يكملش، وبدأ الحوار والحديث في هذا الشأن. النادي الأهلي نزل بيان علشان خاطر يضحط بيه كل الكلام اللي له علاقة بإنه في أخبار اتقالت إنه مارتن يول هيمشي. إيه رأيك في إدارة مارتن يول، أو إيه رأيك في مارتن يول كمدير فني؟ لا يعني أنا برضو يعني أنا شايف مدرب كويس. يعني بيكسب الفتره اللي فاتت. جه حصل تعثر طبعا معاه اذا كان في بطوله افريقيا ماتشين، وماتش الوداد التعادل 7 بونت، في بطوله الدوري برده خسر كام ماتش ورا بعض برده ابراهيم. انما انا شايف ان هو يعني هو فينش موسم، يعني انت عارف يعني ايه اللي انت خلصت موسم وعندك ماتشين مهمين ب6 بونت. انت النهارده ما بتيجي تتكلم النادي الاهلي يعني عنده ماتشين افريقيا 6 بونت، هتفرق معاه كتير. لما تيجي النهارده تفكر في التغيير هتبقى صعبه شويه. انما متهيألي لو في يعني لو الاهلي حصل له نصيب ووصل في المجموعه وحصل تغيير بعد كده في الموسم الجديد اوكي. انما انا كمان هعرض لك اراء الناس في الشارع بعد ما تخلص كلامك. هتبقى صعبه شويه التغيير دلوقتي. هتبقى صعبه. انما لو في بدايه الموسم بعد الماتشين بالاخص النادي الاهلي عنده ماتشين جامدين في افريقيا، في افريقيا هتبقى صعبه شويه. فرص الاهلي ايه في افريقيا؟ صعبه ولا كويسه ولا يعني؟ انا اتكلم على الزمالك. اتكلم على الزمالك. طب والاهلي ليه؟ لا مش قصدي، لا اتكلم على الزمالك. الزمالك كان محتاج ايه؟ كان محتاج بونت من 6 بونت فاتوا. أيوه. وخسر. يعني انا بعتبر ان ماتش الزمالك الجاي صعب وماتشات الاهلي صعبه. يعني الفرص برضو نفس القصه، رغم ان الزمالك محتاج بونت واحد ابراهيم غير النادي الاهلي. النادي الاهلي محتاج على الاقل 4 بونت. ايوه يعني يكسب هنا ويتعادل بره مثلا في اسوء الظروف يعني. انما انا شايف ان الماتشات الجايه بالنسبه للزمالك واهلي في بطوله افريقيا هتبقى صعبه بالنسبه لهم، واتمنى التوفيق لهم يا رب ان شاء الله ان هو سبت وحد او سبت واثنين على حسب التاجيل اللي بيتكلموا فيه دوت. اتمنى ان شاء الله يكون لهم نصيب ان شاء الله في المربع باذن الله. طيب قبل ما اخد الفصل هعرض لك تقرير كده راي الناس ايه في مارتن يول وتغييراته في ماتش الكاس، وبعدين ناخد الفصل ومكملين مع حضراتكم في السوبر. يلا بينا. تؤيد استمرار مارتن يول الفتره اللي جايه مع الاهلي ولا رحيله افضل؟ لا رحيله افضل طبعا. المفروض يعني فريق من البلد المفروض يدربه يعني واحد يكون من البلد علشان هو اللي هيكون ملم اكتر. لا انا افضل المدرب المصري وحسام البدري، راجل عارف الاهلي كويس ومتربي في الاهلي واشتغل مع كذا مدرب اجنبي قبل كده،
فعنده خبره برده مع لعيبه الاهلي والتعامل مع اللعيبه المصريين. والله هو الماتش اللي فات اللي هو ماتش الزمالك دوت اساسا المفروض ان هو ما يستحقش ان هو يستمر معانا، لان اساسا الفريق انا عندي احساس بالماتش ده ان امكانيات اللعيبه اكتر منه، هو ما قدرش يوظف اللعيبه صح، وكان عنده ذخيره جامده كان يقدر يعمل سكور جامد على الزمالك. ده مش عشان انا اهلاوي، دي حقيقه، حتى جماهير الزمالك نفسها كانت متوقعه الكلام ده. لا دي طبيعه كره القدم، اكيد اؤيد انه مارتينيولي استمر، ده مدرب موفق جدا، بس هي بتحصل مع اي مدرب، هو كان مش موفق بس في التغييرات بس مش اكتر يعني. الخلاصه في كلمه واحده، احنا النادي في الاول ما كانش فيه ولا لعيبه ولا مدرب ولا فلوس، بس حاليا موجود فلوس وموجود لعيبه بس مش موجود مدرب. لا انا بفضل ان هو هيستمر فعلا، ان هو كان شويه بس بيسخن شويه وبعد كده هيبقى يلعب كويس ان شاء الله. بس هو المصريين ما فهمش حد كويس، لو اجنبي ممكن مانويل جوزيه. مش بطوله واحده او ماتش واحد يقدر يقيم عليه ان مدرب يمشي او ما يمشيش، هو شايف ان هو مستواه تدنى في ماتش او اتنين، بس المفروض ان هو ياخد التجربه كامله شويه. يعني شايفه انه الاداء اللي فات ان هو ده يعتبر اللي خسر الماتش اصلا، لان هو ما كانش حاطط تخطيط صح غير الماتش الماتشات اللي قبل كده. احتمال ما يكملش في النادي الاهلي عشان مستوى شويه طالع وشويه نازل. الافضل يمشي عشان حسيت ان مستوى الاهلي قل عن